مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في جولتنا في قرية دير الميمون. احنا دلوقتي موجودين في قرية دير الميمون التابعة للوحدة المحلية بالبرومبل مركز ومدينة أطفيح محافظة الجيزة أمام وحدة طب الأسرة دير الميمون. إيه اللي اتغير وإيه اللي تم في قطاع الصحة؟ المبنى ده كان متهالك، تم تجديده وتغيير كل الخدمات الصحية اللي بتتقدم لأهالينا. تعالوا نعرف إيه اللي حصل وإيه اللي اتقدم. مشاهدينا ما زلنا مستمرين مع حضراتكم داخل وحدة طب الأسرة بدير الميمون عشان نتعرف ايه التغيير اللي حصل داخل المبنى ده، ازاي تحول من الشكل المتهالك للشكل اللي حضراتكم شايفينه. بيشرفنا احد المهندسين المسؤولين عن المشروع. اهلا بحضرتك يا باشمهندس معانا على شاشة اكسترا نيوز، لو تعرفنا بحضرتك. مهندس عبد الله. باشمهندس عبد الله، حابة اعرف من حضرتك في البداية وضع المبنى لما استلمتوه كان شكله ايه وازاي اتغير؟ احنا اول ما دخلنا على المبنى كان المبنى متهالك لدرجه كان مقسوم نصين من الشروخ من كتر الشروخ اللي كانت فيه، وكان فيه هبوط للاساسات، فاحنا اضطرينا ان احنا نعمل له ازاله، زائد ان هو ما كانش بيقدم الخدمات الكافيه للاهالي الموجودين هنا، والزياده السكانيه اللي حصلت فاضطرتنا ان احنا نزيله بشكل تام ونعمل مبنى من اول وجديد. وبدانا من اول مرحله خالص، ان احنا زلنا اساسات المبنى القديم وبدانا في الاساسات بتاعه المبنى الجديد، وحفرنا وعملنا الاحلال وبدأنا بالمبنى الجديد. المبنى القديم كان على مساحة 600 متر، والمبنى الجديد كان دلوقتي على دورين مساحة 1200 متر. 1200 متر، يعني نتكلم في الضعف تقريبا بالإضافة إلى الخدمات الأكتر. تمام. حابة أتكلم مع حضرتك عن المعايير اللي كنتوا بترعوها وبتهتموا بيها، إيه الحاجات اللي كان ضروري إنها تكون موجودة في المبنى ده طبعا عشان تدعم الخدمة الصحية؟ إحنا الأول خالص بدأنا نشوف إحنا محتاجين إيه؟ ونشوف الحاجات الخامات المطلوبة وبنعتمدها، ونشوف كل الحاجات على أكمل وجه وبأفضل جودة، وبدأنا ننفذ ده على أرض الواقع. المبنى القديم كان لا يوجد فيه أي شيء من أساسيات الحياة، فإحنا بدأنا كل حاجة بجودة عالية ونقدم فيها خدمات أفضل وبشكل أسرع عن الأول. طيب لو حضرتك تقول لي الصعوبات اللي واجهتكم وانتم بتشتغلوا في اعاده احياء مبنى متهالك زي ما بنقول، اشتغلتوا وقت قد ايه؟ عدد العمال اللي كانوا بيشتغلوا، الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ احنا في الاول خالص كان بيواجهنا صعوبات في التربه. احنا ما كانتش التربه كانت معانا، كانت صعبه شويه، وبعدها حلينا الموضوع مع المكتب الاستشاري مع التنسيق معاهم، وبعدها بدانا في الانشاءات. بس كان بيواجهنا بقى العماله، واحنا حاولنا نوفر فرص عمل للاهالي ونعتمد على المصدر العمال من هنا من البلد. عظيم. ان احنا نكبر الموضوع معاهم. طب الحاجات اللي موجوده جوه المبنى، يعني حضراتكم بنيتوا عيادات، الى جانب العيادات في ايه حاجات تانية زياده؟ في خدمات التثقيف الصحي والمعامل دي ما كانتش موجوده في الوحدات القديمه، وخدمات كبار السن ومنتفعين، وبرده خدنا بالنا من الاحتياجات الخاصه ذوي الهمم، وكل حاجة احنا واخدين بالنا منها. وبرضو وفرنا حاجات كتير زي المولد لو الكهرباء قطعت، ولينا بقى لنا مصدر كهرباء خاص بينا منفصل عن البلد، وكل حاجة متوفرة ان احنا ما فيش اي خدمة تتقطع عنها. باشمهندس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التفاصيل دي. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم في جولتنا امام وحده طب اسره دير الميمون، وبيشرفنا الحاج محمد حفني. اتشرف بحضرتك حاج محمد، عرفني على نفسك اكتر. محمد حفني عبد المجيد من جزيره القريمات. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه ممكن تقول لي حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل هنا غفير من اول المستشفى القديم. من اول المستشفى القديم اللي هي وحده الطب الاسره، الهدد بدا فيها لحد اللي انت شايفاه ده. طب اللي حضرتك شفته بقى لو ممكن تنقله لنا وتقول لنا الشكل كان عامل ازاي، التغيير الشكل اللي الاول حصل. الشكل الاول غير الشكل الوقت. ازاي يا حاج محمد؟ الاول كان متهالك. كان متهالك هلك يعني وحش. تعال بص الوقت، شوف الوحده الصحيه بتاع دير الميمون يعني حاجه حلوه، ونشكر الرئيس سياده الرئيس ونشكره، ونبص نفضل وراه كده مدى حياتنا كده. كنت بتشوف عمل حاجات، يعني عمل حاجات احنا ما نتوقعهاش ان هي تتعمل دي. صحيح. كنت بتشوف اهالينا لما كانوا بيجوا لوحده طب الاسره القديمه كانوا بيعانوا من ايه؟ كان ايه المواقف كانوا اللي بيعانوا من اصلا من الوحده؟ من الوحده نفسها كانت اصلا ما كانتش مساعده على العلاج ومساعده على اي حاجه. الوقت فيها جميع التخصصات.
طب ممكن اعرف من حضرتك مبادره حياه كريمه بقى ازاي فرقت معاك، والمشروعات اللي اتعملت اثرت معاك في ايه؟ عملت فينا بنرزق من وراها اهو، وبنشتغل وبناكل عيش من وراها، يعني عملت لنا فتحت لنا مجال برضو كبير. غير الوحده الصحيه ايه الحاجات الثانيه اللي اتعملت اللي خلتكم مبسوطين، خلتكم مرتاحين، بتوفر عليكم؟ كل حاجه اتعملت حلو، مفيش حاجه وحشه اتعملها الرئيس. اكتر حاجه فرقت معاك؟ انا بتكلم من قلبي من جوه، ان اي حاجه عملها الرئيس حلو، والله كلام جد. تستاهلوا يعني كل شيء حلو في الدنيا والله. كل شيء حلو، نظاف وامان وكل عملها لنا الرئيس جد تمام. الاول كنا بص بنتعاني من المواصلات ومن الطرق والطرق وكل دي اتعمل. انت دخلت الطريق دي، انت لو شفت الدخله دي الاول ما كنتش تتوقع ان هي الدخله دي تتعمل الوقت، حتى الطرق الدخله دي بقى دخله نظيف غير الاول، وتشوفي منظر الوحده الصحيه الوقت غير الاول. لما حياه كريمه دخلت وعملت المشروعات دي وغيرت شكل الحياه اللي كنتوا متعودين عليه، ازاي ده خلاك مطمن على اولادك؟ ازاي ده خلاك مرتاح للي بيحصل، حاسس ان انت في امان؟ كلمني عن ده، احكي لي. احكي لك يعني مثلا، يعني انا شايف ان انا مرتاح كده. انا الاول كنت بصي يعني كانت بص عيشه، يعني عيشه كانت وحشه. عيشه كانت الوقت بنلقى كل حاجه شغل، وبنلقى كل موجود، كل حاجه كثره الوقت، وبقى بالصلاه على النبي. عيشه يعني نظيف. العيشه الاولانيه غير العيشه الوقت. صحيح. ايه؟ يعني الوقت كان الوقت من الواحد مرتاح، حتى لو ما لقيش برضه مرتاح. ليه؟ من معاملة، حتى المعاملة حلوة. لما بتسمع بقى الناس، أهلك، جيرانك، بيتكلموا عن المشاريع وعن الحاجات اللي حصلت وإزاي ده اتغير، بتتكلموا مع بعض بتقولوا إيه؟ بتحكوا أنا بروح أقول لهم أصلاً على عمل الرئيس. أنا بمشي من هنا بقول للبيت كل، بقول له تعالى شوف الوحدة الصحية غير الأول. انا بروح كده بحكي لاسرتي وبحكي للجماعه بالبيت، وبقول لهم تعالوا بصوا على المستشفى اللي اتعمل. كانت الحاله عامله ازاي قبل ما الوحده الصحيه دي تتجدد؟ يعني في حالات وضعها يعني بيبقى صعب، بتبقى تعبانه زياده، مفيش هنا عيادات، مفيش دكاتره تلحق الحاله، كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني كنتوا بتمشوا مسافات؟ كنتوا بتروحوا مستشفى فين؟ بنعدي والبحر وبنروح، وعبل ما المواصله تجينا بتاخد اكتر من ساعتين. اكتر من ساعتين؟ قبل من وصلة بتجيل الوقت. بصي الوقت ما فيش، قبل ما تقولي يا راسي بصي تلقى عند الدكتور الوقت، مواصلات الوقت بقى، الطرق بقى اتفتحت وكل اتفتح. ده كلام حقيقي يعني، انا ما لا سيدي ماشي كده يعني عشان يعني الوضع واضح. وربنا يديم عليكم الخير يا حاج محمد. يا رب انت شايف الوضع. صحيح. انت شايف الوضع، اتبسطت من هنا ولا ما اتبسطتش؟ لا اتبسطت واتفاجئت. يعني انت تخش الوحده الوقتي غير الوحده الاولانيه. صح. انت الاولانيه ما تعرفيش تخشيها. اوض 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 صغيره كده، تعالي شوف الوقت يا حمامات في سخن وبارد ودنيا بتجلي، ربنا يسهل له ويسر ويسر عرضه يا رب. اللهم امين. والله شكرا جدا ليك يا حاج محمد، ويعني سعداء بالكلام مع حضرتك وسعداء بوجودك معنا. الف شكر. الف شكر.